بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذه يا شباب طريقة حل أسئلة تم أعطيتكم إياها، وهذه قد أخذناها في المعمل حقة المعمل الإنسترومنت 2. طيب يقول لك في سؤال من ضمن الأسئلة اللي أعطيته إياها يا شباب: Explain the difference between the three methods of configuration of, three methods of configuring the hidden wheel differential pressure transmitter used in the lab and fill your answer in the below table. طبعا طلبتكم تعطوني الثلاث طرق حقة الكونفيجريشن اللي سويناها للهانيوال الديفرنشال بريشر ترانسميتر اللي استخدمناه في المعمل، وعب اجاباتك بالتالي. يقول لك كونفيجريشن ستيب، الخطوة حقة الكونفيجريشن، فيقول لك عندك البولينج ادرس. طيب في وضعية المانيوال ميثود ايش علاقة البولينج ادرس في المانيوال ميثود؟ اللي هي تعرف المانيوال ميثود، نستخدم ايدينا نضغط على الازرار فوق وتحت. البولينج ادرس وات تقدر تقول لي is not used or sometimes can be zero. can be zero يمكن يكون ايش؟ صفر. حلو. طيب during the lab during this experiment. لو تلاحظون شباب ما استخدمناه في المانيوال ابدا، البولينج ادرس هذا ما جبناه، is not used during this experiment. لكن تقدر تقول برضه انه ممكن يكون ايش؟ ممكن يكون صفر. لاحظتوا؟ طيب يقول لك in the electronic method as analog signal as analog signal. طيب البولينج ادرس زيرو. الالكتريك الكترونيك ميثود از ديجيتال، الديجيتال فروم 1 تو ايش؟ 215. طيب الابر فاليو ايوه في المانيوال ميثود ايش نسوي يا شباب؟ تذكرون بريس ايش؟ ذا ابر سايد ارو with داش the span. هنا enter the ايش upper value limit in device setting. ما حنروح عند device setting يا شباب، تدخل الـ upper value limit in the device settings بس. طيب في electronic method as digital signal برضه نفس الشيء، ما احنا ما غيرنا في شيء هنا ابدا، نفس الشيء نفسها. طيب اللور بنقول ايش؟ press the lower side arrow with ايش؟ زيرو. طيب هنا enter the ايش؟ بدل ما نكتب upper لا نقول ايش؟ lower side value limit. طيب نفس الشيء طبق فين برضه؟ في الديجيتال ما يفرق معنا ترى ادخلها. طيب نجي adding the device to the database. ايوه here is not used لانه فقط مجرد manual بايدينا، ما نستخدم هنا configuration ولا اجهزة ولا hard protocol اصلا. طيب بالنسبة للالكترونيك ميثود as analog في وضعية الانالوج سيجنال ايش نقول له؟ ايش add the device to data base as ايش analog. ما يجينا خيارين، واحد analog واحد digital، احنا نختار على analog. هذا تسوونه بايديكم يا شباب. طيب بالنسبة ليش دخال على رقمي نفس الشيء
add the device to the data. أي شيء لحظة نسيت هنا ما أقول هنا heart ها heart heart pro to call database add the device to the heart pro to call database as analog. هنا نفس الشيء add heart protocol to the database as ايش as digital digital. طيب output current value ايش هو 4 to 20 ايش ملي امبير. هذا المانيوال برضه الانالوج 4 to 20 ملي امبير. اها في الديجيتال نو 4 ملي امبير فور ايتش ديفايس. واضح؟ طيب هذه الاجابات. طبعا تلاحظون يا شباب هو نفسها خطواتكم المذكوره في البروسيجر، بس بدل ما اكتبها على شكل بروسيجر على شكل خطوات كتبتها على شكل جدول بس، يعني ما في شيء صعب. طيب يقول لك في المعمل show and write here two examples. One of them is how to create electronic calibration by entering the value by your hand, while the other is how to create fully automatic calibration without entering the value with your hand. السؤال اللي بعده يقول لك in the lab show and write here two examples. One of them is how to create electronic calibration by entering the values by your hand, while the other is how to create a fully automatic calibration without entering the value with your hand. يقول لك ورني واكتب لي مثالين. واحد منهم كيف انك تنشئ calibration الكتروني بس ان الفاليو تدخلها انت بيدك، بينما الثاني كله اوتوماتيك كامل من الى. طيب يقول لك المثال الاول على الادخال باليد اللي هو اللي سويناه اغلب تجاربنا كانت عليه الديفرنشال بريشر ترانسميتر. طبعا تدخل السيتنجز فيه، بعد ما تدخل السيتنجز اللي هو ديفايس سيتنجز تيجي في الكالبريشن مود. في وضعيه الكالبريشن مود عندك طريقه الكالبريشن تكون ايش مانيوال، والانبوت ميثود تكون ايش ميجرمنت اونلي. طيب بالنسبه للمثال الثاني اللي هو تمبرتشر ترانسميتر، تتذكرون يوم لقينا لو كرنت فاضطرينا نحول على اوتوماتيك. ايوه ايش كنا نسوي عشان نحول اوتوماتيك؟ ندخل الفاليوز على الديفايس سيتنج زيها زي بقيه الاجهزه حتى في وضعيه المانيوال، لكن بعد ما نروح عند الكالبريشن مود نختار الميثود ايش هي انها تكون اوتوماتيك في الحاله ذي. طيب ميثود حقت ايش الكالبريشن. طيب انبوت ميثود برضه نختار على انها تكون يا كنترولد وميجرمنت، كنترولد از كنترول وميجرمنت بس. هذا هو الجواب. لو شرحتوا لي حال الكلام هذا بطريقتكم الشخصية ما في مشكلة، أهم شيء إنك تعطيني هذه المعلومات، يعني تفهمني هذا اللي أنت فاهمه. طيب نجي عند الهاني ويل. عند الهاني ويل يقول لك you have annual differential pressure transmitter with manual with model number shown in the following data sheet. Complete this data sheet from the given vendor manual. خلاص هذه الداتا شيت تمام. قال لك ايش النوع حق المانيفاكتشرر من هانيوال، والموديل هذا هو الموديل STD30. طبعا هذا اللي يهمنا STD03. نجي عند المانيوال، هذا المانيوال اللي اعطيتكم اياه في الاختبار. لاحظ يقول لك STD بعدين ثلاث خانات اللي هي ايش 730، يعني هذه هي اللي مقصوده على انه ايش ديفرنشال بريشر. طبعا بعدين يقول لك الجدول اللي بعده رقم 1 تيبل 1 هنا شفه رقم 1 الخانه الاولى ايش تقول الخانة الأولى؟ إذا كان هذه الحروف في الخانة الأولى اختر المناسب منها. طيب فنجي عند مثالنا هذه هي 7 3 الخانة ثلاث خانات، بعدين يقول لك الخانة الأولى بي. نجي هنا في الجدول الأول بي معناتها هيستولي هذه هي. لحظة خلنا نختار شوف ايش الطلب حق أول شيء دايفرام ماتيريال. أي هذا هو خلاص دايفرام ماتيريال هذا العنوان. ايش قال لك بي؟ شوف هذه بي خلاص نختار هذا هيستوري وانتهى. هيستوري حلو. طيب
يقول لك the vent material. طيب ال vent material ندور على كلمة vent. عندكم الجدول هنا not material ما أدري إيش vent drain type location. طيب يقول لك هنا vent type و vent material هذه هي اللي طلبها مني. طيب هي تبع أي جدول؟ برضه لازلنا في الجدول الأول، لكن أي خانة؟ لا تلاحظون الخانة الأولى، بعدين الخانة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. معناته إحنا محتاجين الخانة الخامسة. نجي هنا، لازلنا في وضعية الجدول الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. اثنين، هذه الخامسة. اثنين، إيش هي؟ يقولكم ماتش هيد ماتيريال. أها طيب على كذا ما دام قال لي ماتش الهيد ماتيريال ابدا راح ادور على الهيد ماتيريال. طيب نيجي ندور على الهيد ايش ماتيريال. شوف يقول لك وات هيدد اند ديفرنت ماتيريال. حلو طيب بروسس هيد ماتيريال هذا هو، معناته ايش؟ بليتد كربون ستيل. هذا بليتد كربون ستيل، ما تقول لك البروسيس هيد ماتيريال. لاحظوا ان يقول لك ماتش. طيب نجي هنا، بليتد كربون ستيل، طبعا هنا نشيل كلمة ماتيريال هذه بليتد كربون ستيل. حلو طيب في الفلوت جبناها، هذه شفناها في الفلوت. اي خانة؟ الثانية. ندور واحد اثنين رقم اثنين. طيب الخانة الثانية رقم اثنين ايش هي؟ ايوه فلوريتد اويل، فلورينيتد، فلورينيتد اويل تي اف اي. طيب يقول لك electric connections type، قال لك ايش نوعها؟ ايش نوع electric connections type؟ نجي عند حاجه هنا process connection، لا احنا نبغى electric connection قال لي. طيب نجي ندور head connecting orientation، لا ما احنا ما نبغى orientation، احنا نبغى يقول لك transmitter electronics selections. ها في شيء مرتبط بالترانسميتر، معناته يتكلم عن الالكترونيات هنا. electronic house material and connections type. اها material connections، اها هذا هو connections. طيب الجدول هذا رقم كم؟ الرابع. الجدول الرابع لو شوف الاول الثاني الثالث الرابع. طيب اي خانه بنختارها في الرابع؟ الخانه الاولى. نكون ايش؟ الخانه الاولى. طيب الاول الثاني الثالث الرابع، الخانه الاولى اي. طيب نجي عند الاي هنا يقول لك الكونكشنز تايب هذا هو نص ان بي تي. حلو نص ان بي تي. هاوسينج ماتيريال كأنها ذكرناها قبل شوية، يقول لك electronic housing material. الماتيريال هذه هي ماتيريال، housing material. برضه لازلنا في الاختيار رقم اي. طيب هذا هو بوليستر باودر كوتد ألمنيوم. ممتاز ممتاز. output range from 2. طيب احنا نحتاج نعرف اي واحدة من ذول الثلاثات. طيب يقول لك الخانة الاولى اخترناها، طيب نشوف الخانة الثانية ايش يقول لك. الخانة الثانية F، نشوف هنا الاف ايش يقول لي. الاوتبوت هذه الخانة الثانية F، الاف يقول لك foundation في البص، معناته في الحالة هذه من يوم قال لي foundation في البص معناته ايش؟ not available، not available بس
خلاص انتهت يا شباب. هذه الاجابات حقت مين؟ حقت الداتا شيت. انتهينا منها. طيب نيجي عند هذا السؤال. Non standard transmitter used as analog output range to measure flow rate by using delta B differential pressure element. The transmitter range will be from 5 mA to 30. The maximum delta B 25. The material density is 890. The K factor is 85. The used equation هذه هي CD. هذا هو. Create the calibration table that shown the readings. طيب يقول لك true value measured value with the theoretical percentage of delta B and the transmitter output. لازم تحطها. You must show the input output error percentage for both and accuracy for the true flow percentage. طبعا نفس الكالبريشن ميثود العادي. فهنا يقول لك مثلا عندك هذا الكالكوليت الدلتا بي تمام. وهذا المجر دلتا بي وهذا المجر اوتبوت. طيب علشان نطلع نبغى نطلع البرسنتج اول شيء حق مين؟ حق دلتا بي. طبعا عندنا هذا هو الكالكوليتد. الكالكوليتد معناته انه حسابه صحيح واكيد. طيب هذا كيف نسويه؟ زي كذا يا شباب ناخذ القيمه هذه تمام اللي هنا مثلا صفر تقسيم الماكسيمم. كم قالوا الماكسيمم؟ عندكم ديفرنشال بريشر ماكسيمم دلتا بي 25. خلاص 25 كم يطلع لي؟ يطلع لي صفر. طبعا لو جيت تحسبونها يا شباب فيما بعد بتلقونها زي كذا. حلو يطلع لي هذه النسب 0 20 40 80 180 هلم جرة. خلصنا الكالكوليتد. هذه البرسنتج هذه المجر. طيب نقدر نطلع الايرور لانه هو ايش طلب مني؟ انبوت ايرور صح. انبوت والاوتبوت ايرور والايرور برسنتج فور بوث اند اكريسي فور بوث. طيب يلا ما هي مشكله. معناته عندك هنا يقول لك ايش نسوي؟ ايرور حق مين؟ حق الانبوت على عين الراس. ايش هو هذا ناقص هذا؟ فبتقول لي يساوي calculated ناقص major تبي يساوي هنا عندنا صفر طبعا. حلو طيب نفس الشيء طبق على الباقي. هذه هي النتيجة. طيب برضه نجي هنا عند حاجة قال لي ايرور برسنتج صح. هو طلب مني الايرور برسنتج حق مين؟ حق انبوت. طيب نفس الحاجة شو اقول لك؟ هو نفس الايرور هذا برضه ايرور حق الانبوت تمام. تقسيم ايش؟ calculated دلتا بي ضرب ايش؟ 100 يطلع لي كم؟ 0. طيب نفس الشيء بالنسبة للباقي. هذا نتائجهم يا شباب طلعت تمام. طبعا في شيء هنا نسيته لان تذكرنا الترو فاليو عندي صفر فانا بستخدم السبان في الحاله هذه. هنا بستخدم السبان يعني هنا لما اقول لك هذه الكالكوليتر كالكوليتد هنا بستخدمها هنا طبعا. بستخدمها فين؟ هنا يا شباب. لكن هنا بستخدم سبان. سبان حق مين؟ حق دلتا بي طبعا. حق مين؟ دلتا بي طبعا يطلع لي صفر برضه. الاسبان كم هو؟ 25. طيب وهنا برضه كمان يقول لك هذا ناقص ده. طيب طيب هذا الانبوت هذا الانبوت ايرور برسنتج حق الايرور برسنتج قصدي
طيب نجي عند ايش؟ جماعة الاكيروسي يساوي هذه 100 ناقص ابسوليوت فاليو حق مين؟ حق هذا خوينا ايرور برسنتج انبوت. طبعا الانبوت هو نفس البرشة يا شباب. حلو خلاص هذا ناقص 100. طبعا هنا شو يساوي؟ صفر. هنا هذا يساوي ايش؟ 100 زي ما انتم شايفين. هذا هي يا شباب هذه هي النتيجة انبوت انبوت واكريسي حق مين كمان؟ برضه حق كمان حق الانبوت. طيب خلصنا ذا الحين الانبوت والبرسنتج حسبناها. حلو طيب يلا الان ذا الحين نجي عند مين؟ عند الاوتبوت. طبعا الاوتبوت ايش هو؟ ايش نوع يا شباب؟ تمام عبارة عن فلو. تمام يقول لك فلو ترو فلو برسنتج انبوت اوتبوت ايرور ايرور برسنتج فور بوث اند اكوريسي فور بوث. طبعا هنا اسف انا اقصد هنا الميجرد اوتبوت اللي هو يا شباب مو الفلو معلش الكرنت. هنا الكرنت طيب هذا هو الكرنت نلاحظ هذا الميجرد اوتبوت. طبعا التيار عندي يبدأ من 5 إلى 30 يعني 15 اسبان حقها. طيب معناته هنا اقول لك ايش؟ ايش اسوي؟ كال كوليتد اوت كوليتد اوتبوت. طيب طبعا نحتاج نطلعه اللي عبارة عن ايش؟ الكيو برسنتج اللي هو ايش؟ الفلو. طبعا الفلو برسنتج مضروبة في ايش؟ في 30 ناقص 5 اللي 25 زايد الانيشال فاليو حقة الكرنت اللي 5. حلو طبعا عشان نطلعها احنا هنا نحتاج شيء اسمه كيو برسنتج. اها كيف نطلع الكيو برسنتج؟ معناته نحتاج نسوي عمود ثاني هنا. طيب You must show the input output error error percentage for both accuracy for both true value percentage the true flow percentage. حلو true flow percentage هذا هو طالبه مني. طيب معناتي ذا الحين لازم اطلع ايش؟ البرسنتج حق الفلو. هنا كيو برسنتج. طيب كيف حسبة في الكيو برسنتج؟ ايش نسوي؟ نطبق في المعادلة هذه. نسوي المعادلة هذه نطبقها ندخل البي ساي ندخل الكي دنسيتي نضرب الكي سي في الدي. هذه قصدي معلش هذه المعادلة نطبق هذه ايش؟ المعادلة يطلع لي الكيو. حلو بعد ما نطلع الكيو ناخذ الكيو الناتجة ونقسمها على كم؟ على الماكسيمم كيو. طيب كم الماكسيمم كيو عندي؟ معناته ان هنا بضطر اني استخدم خانة ثانية وبقول لها كيو كالكوليتد او الترو فاليو. كيف طريقتها؟ طيبا طيب هذا هو الكيو كالكوليتد يا شباب. طبقنا القانون فقط 95 85 الدلتا بي تقسيم الدنسيتي ويطلع لنا الناتج. هذا هو حسبناها الكالكوليتد. طيب نجي عند الكيو برسنتج ناخذ الكالكوليتد اللي هنا تمام ونقسم على الاسبان. طيب كم الاسبان حق الكيو؟ هذا هو يا شباب
ماكسيمم 13 ناقص 0 يساوي الإسباء اللي هي 13.5 قسمناهم على بعض على هذه النسب. طيب خذنا النسب هذه تمام قسمناها على 100 لأن كلية الحفظ هذه محسوبة ب100 ونبغى نقسمها على 100 عشان نضربها في كم؟ في الإسبان حق مين؟ حق الكرنت. ضربناها في الإسبان حق الكرنت وزودنا عليها المينيمم فاليو حق الكرنت خلاص طلعت لي خلاص طلعت الكالكوليتد أوتبوت إيش؟ برسنتج والفلو برسنتج هذا هو طلعنا وهذا المجرد أوتبوت. طيب أقدر أطلع الإيرور؟ أقدر أطلع الإيرور تعرفونها نفس العملية إيرور هذا ناقص هذا طبعا احنا بنزود خانة ثانية بس الجدول ما صار يسعنا صراحة صار ضيق الجدول. على هل تحسبون الايرور والايرور برسنت وش الاكروسي نفس عملية الحساب حق الدلتا بي بس طبعا باختصر الوقت ما بسويها لكن هذا هو الطريقة. طيب خلصناها انكلودد. طيب يجيك عندك السؤال الاخير هذا يا شباب you have annual differential pressure transmitter خلني انزله في صفحة ثانية عشان يكون واضح لكم. Differential pressure Honeywell transmitter used for measuring level of tank. تمام. Explain the use in different cases as shown in the following table. طبعا كنت أباكم بس تعطوني كيفية إدخال المعلومات هذه. أكيد بناء على تجاربكم السابقة اللي سويتوها. فعندك هنا الopen tank والclose tank والzero elevation tank. حلو. طيب في الopen tank يقول لك the value that will enter into PO6. طبعا لو جاء واحد وقال لي high pressure بقول له صح. طيب وهنا الفاليو انتر ذا مانيوال سورس nothing. طيب يجي يسأل واحد يسألني طيب يا شباب لو خليت استاذ لو خليت هذا هو النثينج وهذا هو الهاي بريشر سايت بقول لك برضه تمشي ما عندك مشكله. طيب الفاليو اللي هنا وهذا هو اللي كنت ابغاكم تنتبهوا له اللي هو ايش زي ما تعودنا الدلتا مين بي اللي هو الديفرنشال بريشر. حلو خلصنا من الاوبن تانك نيجي عند الكلوز تانك. الكلوز تانك هذا برضه هاي بريشر زي خويي اللي هنا. حلو ايوه بس ان الهاي بريشر هذا تمام عباره عن ايش يا شباب تذكروا دلتا B زائد low pressure side صح طبعا الفاليو هنا برضه low pressure side. طيب جاء واحد قال لا انا خليت المانيول هو اللي low والمانيول هو اللي high وهذا خليته هو اللو. اوكي ماشي معك تمام ما في مشكلة برضه هنا ايش بيكون الدلتا بي هذا بتبرمج ايش الدلتا بي بينهم يعني الفرق بين الهاي واللو بس الزيرو اليفيشن برضه ندخل هنا في عندك في البي او 6 الهاي بريشر سايد تمام بس وش اللي ينضاف معي هنا لاحظوا هنا تمام الهاي بريشر سايد عندي هنا تمام في الحالة هذه بشباب احسبها بالطريقة دي احنا نحسبها بايش تتذكرون الهايت في ليش في الجاما اللي هي السبيسيفيك ويت ضرب ايش الدنسيتي صح ولا لا زائد ايش يا شباب الاكس في الجاما حقت مين حقت التانكي السائل اللي في التانكي صح ولا لا وهنا كمان الجاما كمان حقت مين التانكي صح ولا لا تمام واللو هذا برشر بنمسحه هذا هو يا شباب عندنا ماذا ويش عندنا وش الاكس هذا يا شباب اللي قلنا لكم ايش اللي هو adjustment zero شو يسمونها المينيمم زيرو ليفل هايت اللي هو الليفل حق الزيرو الارتفاع حق الزيرو في موضعه هل هو بالضبط عند التابنج ولا اقل منها
هنا برضه الادجستمنت هذا الارتفاع ذا نحسبه، نحطه مع مين؟ مع الهر... هاي ايش؟ هاي برشر سايد. طيب بالنسبة للأوبن سورس نحطها الويش، نسميه حنا الويت لج. الويت ايش؟ لج. ايش هي الويت لج؟ تتذكرون شباب اللي هي ايش؟ ويت لج هايت، تمام، ضرب مين؟ القامة حق مين؟ حق الويت، برضه حق الويت لج. طبعا هذا بيكون اطولهم كلهم، شي احنا عارفين هذا بيكون ايش؟ الاطول جميع، تمام. طيب هنا برضه دلتا بي، ايش هي دلتا بي؟ عبارة عن ويت لج تمام، وهي لو تجون عند الصدق بتجيكم ايش؟ ماينس فاليو، ماينس فاليوز يعني قيم بالسالب، بس هذا اللي بيفرق معايا. هذه الإجابة النموذجية لهذا السؤال. هذه الشغلات كلها نعرفها، بس فقط طلبتكم ترتبون اللي فيه جدول، بس انتهى. صلى الله وبارك. هذا هي الإجابات الصحيحة يا شباب.